يوم الثلاثاء الماضي وبعد أسبوع على أزمة انقطاع مادة البنزين، خرج ممثل موزعي المحروقات ليعلن أن أزمة البنزين انتهت. بعد حوالي أسبوع على بداية شح المادة، عادت الأمور إلى وضع شبه طبيعي في أغلب المناطق اللبنانية باستثناء الجنوب. في بيروت غالبية محطات الوقود تعمل بشكل طبيعي. عليه انطلقنا باتجاه مدينة النبطية انطلاقا من الأزاعي لرصد عمل محطات الوقود. في أول محطة لشركة إبكو يخبرنا العامل بأن البنزين غير متوفر. ما في. في محطة الاي بي تي التي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة، البنزين متوفر على أن المحطة تمارس الفيول كنترول. قدام فينا عبة، فينا نطول 30 قلبة. 30 ألف ليرة هي الكمية المحددة لكل سيارة. وصولا إلى الدامور، محطات توتال تعمل بشكل عادي، كذلك محطة الوردية بإدارة الأيتام. في بنزين؟ قدام فيني فور ولا قدام تعبان؟ قد ما بدي فيه؟ مع اقترابنا إلى منطقة الجية، تبدأ معالم الإغلاق التام لعدد من المحطات بالظهور. في صيدا يعود عمل المحطات بشكل اعتيادي، لكن ما أن وصلنا إلى مدخل الطريق المؤدي إلى مدينة النبطية حتى بدأت الصورة تظهر بشكل أوضح. المحطة الوحيدة التي تعمل هي محطة آي بي تي عند المدخل المحاذي لنصب الشهيد بلا الفحص، وزحمة السيارات تظهر بشكل واضح. المحطة نفسها في خلد التي كانت توفر كمية بثلاثين ألف ليرة تنخفض عند المداخل المؤدية إلى النبطية. بس بعشرين ألف. وبعد هذه المحطة مرورا بالمصيلح وصولا إلى مدينة النبطية، لا يمكن العثور على قطرة بنزين. عشرون محطة وقود مقفلة على طول الطريق المؤدي إلى مدينة النبطية وفي المدينة نفسها. فهل دخلت البلاد في أزمة احتكار للبنزين أسوة بمادة المازوت؟ بما يتعلق بالبنزين، إذا بدك كانت على الورقة والقلم ما فيها المشكلة الكبيرة لحين ما شفناها بهاليومين الآخرين. هلأ بتصور أنا مفترض تكون الأمور أفضل الأسبوع الجاي، بس اللي كان عم بصير كانت العالم عم بتعيش نفس الحالة اللي ما قبل حالة المازوت، خوف انه يرجع نفس التأخير بفتح الاعتماد، تأخير وصول النفط البنزين يرخي بنفس التقل اللي ارخي المازوت سابقا. من هون كنت اذا ملاحظ اخر يومين ثلاثة بلشت شوي ازمة بنزين. يعني الاسبوع الماضي ما كان حدا عم يحكي فيها، والاسبوع اللي قبله ما كان حدا عم يحكي فيها، كان كل الامور مسلط الضوء على مفهوم المازوت. احنا منتظرين اذا الله راد بنهار الثلاثة الشركات اللي ما قدمت، الشركات التزمت بعضت المداتا، الشركات اللي ما قدمت انه تبعت المداتا قديش سلمت ولمين سلمت موزعين ولأي محطات، تنكون بسياسة تتبع عم نعرف قديش الكمية اللي عم تتاخذ وقديش الكمية اللي عم تتسلم، فنقدر نكافح الاحتكار على أساسها. هلأ صارت معنا الداتا، وإذا الله راد من نهار الثانين كمان عم نكون عم نتابع. وبس اليوم كنت بحب أحطك بالصورة، كنا اليوم حتى عم نشتغل بمنطقة الشمال نحن وقوى أمن الدولة على هذا الموضوع. هذا وكان الأمن العام اللبناني قد أجبر أصحاب المحطات في مدينة صور على فتحها والتعبئة للمواطنين بعد أن عمد أصحاب عدد منها إلى إغفالها. البنزين متوافر والجشع كذلك. أدم شمس الدين، قناة الجديد.